ما شاء الله أوجد الفوارق السبعة. لا ما في مش في مش في غنية يا البرتقالة. لا هي أغمق. هي أغمق. لا هذيك خنطق منطق. تسلمي لي. يلا نرجع لموضوعنا. ايه؟ شو هو أكتر هيك هلا كل ما حاجي أقول بأنه كنت مشهورة حتقطشيني حتى لا أعوذ بالله والله حتى ما حدا يطلع مشهور أكتر منك. لا تواخذيني والله آسفة. أنا لما بلشت على الإنستغرام كنت أوريدي على التلفزيون. ايه يعني كنت العالم بتعرفني. كنت تفرج عليكي. ايه كنت العالم بتعرفني. فلما طلعت على الانستغرام كانوا يعرفوني. بس بالاول كان الانستغرام بس صور. ما كان في فيديوهات. كنت تنزلي صورة بهالتياب من 13 سنة ما بعرف. قلت يعني مبين لونك المفضل الظاهر. لا الحمد لله ما العالم ما لوني المفضل. جرح البصر تبعون. بس ماشي حالي. بحب كل الالوان. انا بحب الالوان الفاقعة. شو هالسكينة؟ والله مع بنا انت طباخة وبتعملي وبتساوي. شو هالسكينة ها؟ لا تواخذيني. وين الشيفس نايف اللي بتبقى مثل هون هون انا بعرف في عندي سكاكين يمكن داعي. ما في ما في ما في هون هون. لا في سكاكين عم قلك في سكاكين. وين في سكاكين؟ هون في سكاكين. ايه صح يي تذكرت. هي شو اسمها اختي اجت من روسيا فغيرت لي. ايه اجت فاولادها بس ايه انت اللي عم تضربك ان شاء الله. عفوا اسف يعني لا تواخذيني بس انه اختي اجت من روسيا باولادها الصغار موجودين هون وهنيك فخفيتهم ورا. لا تواخذيني شوي ايام ديكور. ايه ولا يهمك. ها هل هيدي سكينه بتحكي؟ بدك كمان بصل؟ لا خلص بكفي. اوكي صحيح شلون تعرفتي علي؟ والله انا كنت عاملت لك متابعه. أنا بتابعك من زمان على التلفزيون بس ما كنت بعرف استخدم الانستغرام عشان أنا لاحظت إنك كثير تأخرتي لتعملي لي متابعة. هيدا الغل اللي بقلبك يا لطيف. كثير لاحظت كثير وأنا أقول يا عمي ليه ما عم تعمل لي متابعة وأنا بكتب لك تعليقات وبحط لك قلوب ووردات وفنجين قهوة الصبح وعصفور يزقزق وطير يغرد. نص الألبوم الصور عندي بالشو اسمه؟ تليفون صور من فنجان القهوة. أسعد الله صباحكم. ايه وما كنت بدي أعمل لك بلوك على آخر ثانية. لا لا طيب يلا هلا خبرينا شو بدنا نعمل مشان صوص البيتزا. حاخذ البصلة وقليها بزيت الزيتون. ما شاء الله كمان قد ايه دافع حقه؟ بركة بركة بكونوا جايك ببلاش كولابريشن. ما شاء الله حقه ستوري وفيديو. تواخذيني. لا ما مو ضروري هيك تنشي الغسيل قدام العالم. هلا ما منك مواخذة ام سوزان. على اساس يعني انت بيتك مانك عاملة فيه هالشيء خليني ساكتة. روحي من هون. فانا امتى انت عملتي لي متابعة لما برمضان متذكرة ركبتي مقلتي على اليوتيوب. متذكرة لهلا ركبتي مقلتي وحكيتي علي. ما حكيت عليكي. بوقت اولادي كان بدهم حدا يطبخ لهم كل يوم. قامت لهم فاكريني الشيف ليلى. عم اضرب فيك المثل. انا لانه ما بطبخ كل يوم. انا عايشه على دليفري. انت حكيتي علي قدام امه لا اله الا الله على اليوتيوب. خليت ملايين يعرفوكي.